السلام عليكم، الاسم ديالي نادية. الاسم ديالي نادية، سن 32 عام. تجربتي خايبة بزاف، انا والديا مفروقين وعشت كرفيس بزاف، وحاليا تنعيش ظروف نفسية خايبة بزاف. نتمنى والله يفاجئها ليا. وليدي مفروقين، عشت تقلفيت، عشت تمارة، عشت تكرفيس. واخا نقول التنعية ما غاديش نحاول نوصل الفكرة اللي تكرفست فيها. المهم تزوجت وانا عندي 14 عام. صافي جينا سكننا في واحد البلاصة في مراكش، شافني قال لك بغا يتزوج بيا، قالوا لي صافي الله يسهل تزوجنا. تزوجت، راجل ماشي قد المسؤولية، ما عنده حتى شي حس بالمسؤولية أبدا. صافي عييت، مبقيتش تحملت 11 سنة. بزاف خايبة بزاف، ما نقدرش نوصف لك خايبة بزاف. ديال العصا، ديال التكرفيس، ديال بزاف، ديال الصهير، ديال المشاكل، ديال الجوع، ديال ما عنده حتى شي حس بالمسؤوليه. المهم جا واحد النهار تفرقت انا وياه، ما بقيتش قدرت. قلت ليه صافي غادي نتفرقوا حيت ما بقيتش قدرت. صافي تلقت، مشيت في حالتي، مشيت سكنت مع الوالده، سكنت معاها في واحد الدار ما تليقش بالسكن. المهم صبرت وعشت معاها. جات بنت اختي سكنت معنا كتقرا، تنعاملها بحال بنتي والله شاهد عليا. وكنت دوزت بزاف ديال الحوايج انا وياها. المهم جا واحد النهار بتزوج، تلاقيت مع واحد القاوري، وقفت معها. ما كنت واقفه معها، ما كنتش ضامنه هادشي يخرج منها كله، ما كنتش ضامنه هادشي نهار ما تمد ليا شي المساعده، ما كنتش ضامنها ابدا. انا ما نقدرش نتخلى عليها، كون انا اللي كنت سابقه وجات عندي وبغاتني نعاونها باي وجه كان، انا ما عاونتنيش. المهم صافي بقيت خدامه، ما عاونتنيش، ما دا بقيت خدامه في اسبانيا تنعاون وليداتي باش ما كان صوبت الدار قديتها صيبتها. يعني لان ما عندي حق في المغرب، ما عندي ادنى حق. عرفتي مرة مطلقات عندها 23 عام، راه جميع الانواع ديال المشاكل تتعرض لهم. حاولت باش نمشي نحسن الوضعيه، لان الله بوحدو اللي عالم باش داز عليا. ما عمرني خوتي عائلتي تنتحدى شي واحد يقول لي شي نهار عاوني ولا قال لي ولا مد لي يد المساعده. تنتكرفس بيدي مني لراسي، الشحطه كيف ما يقولوا منها ليا، وتنقول الحمد لله. حيت انا عارفه كل واحد عنده مشاكل الله يسهل عليه، ما تلوم حتى شي واحد. صافي جات واحد النهار بيترجع المهم خدامه صايبت الطريقه ديتها صوبتها مهلية في بناتي باش ما قسم الله الوالده شادهم. المهم واخا المشاكل واخا التكرفيس، بنتك دارت، بنتك فعلت، بنتك تركت، بنتك اش غندير لها وانا لهيه، اش غندير لهم وانا لهيه، دراري صغار بطبيعه الحال. صافي جا واحد النهار بنت اختي بترجع للمغرب، عيطت لي الوالده قالت لي راه بغيت نمشي عند بنت اختك راه بتجي. قلت لها ماشي ضروري، يفوت هذا النهار وسيري عندها، خلي لي بناتي مع شي حد وسيري عندها. قالت لي لا بغيت نمشي، يا اما نخليهم عند خالتك يا اما نديهم معايا. قلت لها انا بناتي ما تديهمش. صافي تقلقت، صافي راه ماشي سهله باش تكون محلتي الغربه، محلتي الفرق ديال بناتي، مولفاهم ما قدرتش نتخلى عليهم. صافي تعصبت، رجعت كملت الدار صايبتها. صافي جا واحد النهار صافي ما عرفتش كيفاش وقع، واش ما عندي زهر واش الله اعلم. جراو عليا، قالت لك علاش اختي تجي للدار وما نهضرش معاها، علاش نقدر انا ندير شي، تنقدر انا قلبي هو عدويا حيت حنينه بزاف، نقدر. هذا هو المشكل اللي عندي في حياتي. علاش اختي تجي عندنا مناسبه في الدار، علاش اختي تجي وما نهضرش معاها، علاش هذا
صافي جرى عليا قال جا واحد خويا ما مهم مريض شويه الله يعفو عليه، ما عمرات لي الوليد رسول الله اعلم ما نقدرش نتقلد. جا مهم جي بيه في مقول عيرني هادي يلف عليا الدرك اي هادي، ها قال لي خرجي عطنا اتساع ما عندنا ما نديرو بك. خرج مشيت للزنقة 15 يوم دوزتها في تمارة وجوج البنات ماشي بوحدي، يكون بوحدي ما يهمنيش الحال حيت دوز بزاف تاع الحوايج ومليت مليت صافي ما بقاش عنديش حاجة من نخاف حيت دوزت كل شيء في حياتي. 15 يوم وانا في الشارع. جا واحد النهار صافي عيطت لواحد السيدة مشيت عندها جلست في واحد الحانوت منو الزنقة ما كيتسدش 4 ايام ولا مع 5 ايام وانا فيه، عشت ظروف خايبة بزاف وجهي وارم. عند ما بغيت نمشي عند العائلة شنو نقول لهم جراو عليا؟ اش غنقول لهم جبت فلوسي وضيعتهم وغنجي عندكم؟ وما كنرضاش وما كنرضاش بشي حد نعيط نمشي عنده، ما كنرضاش بشي حد نمشي عنده. صافي مشيت كريت في واحد الدور في طمنصور سكنت فيه، جا عندي الوالد ديالي بقى معايا. دوزنا رمضان العيد الكبير وهما تيجيو عندي، انا بغيت نعرف علاش تيجيو عندي. اختي اللي بتعاوني تعاوني وانا مني كنت ليه تعاوني، عرفات الظروف اللي دازت عليا في المغرب علاش غنرجع للمغرب اش غندير فيه. انا من بزاف ديال الناس، انا ماشي وحده، انا نقطه في وسط البحر، بزاف ديال البنات بحالي ديال الشابات بحالي اللي تعاني.